نلاحظ الآن أنه موضوع الانتقال السياسي أصبح الموضوع الرئيس الموجود على الطاولة، وكانت هناك نقاشات يعني بالفعل معمقة للمرة الأولى حول القضايا المطروحة في موضوع الانتقال السياسي. سمعنا من السيد ستيفان أنه هناك كان وبسبب الضغط الروسي، وهذه إشارة قد تكون كذلك مشجعة من الناحية المبدئية، قبول لتناول القضايا المطروحة في القرار 2254، وطبعا يهمنا منها تحقيق الانتقال السياسي لأنه هو السبيل الوحيد لتحقيق القضايا الأخرى الموجودة في هذا القرار أو حتى اللي غير موجودة في هذا القرار.